أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنخصص هذه الحصة من حصص المراجعة في الكيمياء لنتحدث عن كل ما يجب معرفته بالنسبة للمواصلة والموصل. إذا سنفتتح حصتنا هذه بما يسمى مواصلة محلول إلكتروليتي، والتي نرمز لها بجي. محلول إلكتروليتي يعني محلول أيوني يحتوي على أيونات قادرة على إيصال التيار الكهربائي. إذا مواصلة جزء من محلول إلكتروليتي فهي تساوي مقلوب مقاومته، ونعبر عنها بالعلاقة جي تساوي مقلوب المقاومة أي واحد على R، ومن خلال قانون أوم سنجد أنها تساوي شدة تيار المار في الخلية على التوتر بين مربطي الإلكترودين أو الصفيحتين، في حيث بالنسبة لـ E يمثل شدة التيار الكهربائي بالوحدة أمبير، التوتر بين مربطي الصفيحة بالفولتمتر، المقاومة بالوحدة أوم، ثم المواصلة بالوحدة سيمنز. بحيث لقياس مواصلة جزء من محلول إلكتروليتي نستعمل خلية تتكون من صفيحتين موصلتين أو ما يسمى بإلكترودين، ومولد توتر متناوب جوي وأمبيرمتر وفولتمتر، كما توضح الوثيقة الجانبة، بحيث سنلاحظ بأن الأمبير يجب أن يكون مركب على التوالي مع الخلية أو مع المحلول الإلكتروليتي، بينما جهاز الفولتمتر فهو يركب على التوازي بين مربطي الصفيحة. الآن سنمر إلى ما يسمى بموصلية محلول إلكتروليتي، والتي نرمز لها بسيجما، بحيث نعبر هناك علاقة تجمع بين المواصلة والموصلية، وهي أن المواصلة جي تساوي موصلية المحلول في يعني خارج قسمة المسافة على المساحة، عفوا العكس، يعني تساوي خارج قسمة أن المواصلة تساوي موصلية المحلول خارج قسمة مساحة الصفيحة على المسافة الفاصلة بينهما، بحيث المساحة ستكون بالمتر مربع، المسافة ستكون بالمتر، والموصلية بسيمنس متر موزن، وكما ذكرنا مسبقا بأن المواصلة بالسيمنس، بحيث يعني المساحة والمسافة كما توضح الوثيقة جانبا. إذا من بين العوامل المؤثرة على مواصلة المحلول، فمن خلال العلاقة السابقة سنلاحظ بأن مواصلة محلول إلكتروليتي ذو تركيز معين فهي تتناسب افتراضا مع S أي مساحة الإلكترودين، كما يعني وعكسيا مع المسافة L الفاصلة بينهما. كذلك أن موصلية محلول إلكتروليتي فهي تتعلق بتركيزه المولي، كذلك بطبيعة الأيونات المكونة للمحلول الإلكتروليتي، وكذلك بدرجة حرارته. الآن سنمر إلى تعبير موصلية محلول إلكتروليتي. إذا من خلال ما سبق سنلاحظ أن الموصلية تتناسب افتراضا مع التركيز المولي للأيونات المكونة للمحلول، ومنه سنجد أن تعبير الموصلية سيكتب على الشكل أن سيجما تساوي مجموع لندا إي في تركيز إكس إي، بحيث إكس إي يمثل التركيز المولي لكل أيون يعبر عنه بالوحدة مول بار متر كيب، ولاندا إي تمثل الموصلية المولية الأيونية بسيمنس متر أوكاري مول موانزان، والموصلية بنعبر عنها بسيمنس متر موانزان.
الآن سنمر إلى تطبيق لنحسب موصلية محلول مائي لكلورور الصوديوم تركيزول مولي سي يساوي 2 في 10 أس ناقص 2 مول لتر موازن، بحيث لدينا كمعطيات الموصلية المولية الأيونية لأيون الكلور ثم الموصلية المولية لأيون الصوديوم. سنلاحظ هنا التركيز بالمول لتر موازن والموصلية المولية الأيونية بالميلي سيمنز، إذا يجب تحويل الوحدات العالمية. إذن للتحويل هناك للانتقال من المول متر موان 3 المول لتر موان زان، إذن يتم الضرب في 10 أس ناقص 3، وفي المنحة المعاكس يتم الضرب في 10 أس ناقص 3. كما يجب معرفة أن 1 ميلي سيمنز تساوي 10 أس ناقص 3 سيمنز. إذن الآن سنمر إلى الحل. إذن من خلال تعبير موصلية المحلول سنجد أن تعبيرها يكتب سيجما تساوي الموصلية المولية لأيون الصوديوم إن أبليس في تركيز أيونات الصوديوم زائد الموصلية المولية لأيون الكلور في تركيز أيونات الكلور. واعتبار معادلة الذوبان لكلورور الصوديوم، فإن سنستنتج أن تركيز أيون الصوديوم يساوي تركيز أيونات الكلور يساوي تركيز المحلول المائي لكلورور الصوديوم، أي يساوي 2 في 10 أس ناقص 2 مول لتر موازن. نحوله إلى الوحدة العالمية لنجد يساوي 20 مول متر موازن. سيصبح تعبير الموصلية على الشكل التالي: سيجما تساوي الموصلية المولية لأيونات الصوديوم زائد الموصلية المولية لأيون الكلور الكل في تركيز المحلول المائي لكلورور الصوديوم. ننجز التطبيق العددي لنجد أن الموصلية المحلول المائي لكلورور الصوديوم في هذه الحالة تساوي 0.25 سيمنز متر موازن. إذن أحبائي، هذا كل ما لدينا في هذه الحصة. أتمنى أن تعم الفائدة، وإلى حصة قادمة بحول الله.